ولتفاصيل الخبر ينضم إلينا فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ينضم إلينا من رام الله. أهلا بك سيد فريد، يعني على نشرة أخبار المملكة، ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر بالمترشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية؟ مساء الخير لكم، مساء الخير للمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين. بخصوص الترشح للانتخابات، النظام الانتخابي الفلسطيني الجديد يتيح الترشح فقط من خلال القوائم، وليس هناك إمكانية لترشح أفراد في الانتخابات التشريعية المقبلة، وإنما يتم ذلك من خلال القوائم. وعندما نقول قوائم لا يعني بالضرورة أن تكون قوائم حزبية تابعة لحزب معين، وإنما يمكن لأي مجموعة من المواطنات والمواطنين أن يشكلوا قائمة ضمن طبعا ضوابط معينة، ولكن يمكن أن يشكل قوائم مستقلة، وهذا ما يعني يتيحه قانون الانتخابات الفلسطيني. وبالتالي هناك يعني ضوابط وشروط للقائمة نفسها ككتلة واحدة، كجسم يعني قانوني واحد، وهناك شروط ومعطيات ومتطلبات لكل مرشح داخل هذه القائمة. طب ما هي فرص طرح قوائم مستقلة للترشح في الانتخابات؟ طبعا هذا متاح، يعني كما قلنا القوائم لا تعني بالضرورة أن تكون قوائم حزبية، ونحن نتوقع في الانتخابات الحالية أن يكون هناك الكثير من القوائم المستقلة التي ستترشح للانتخابات لأغراض يعني الوصول إلى المجلس التشريعي الفلسطيني. يعني سنوات الانقسام الطويلة وعدم حدوث انتخابات منذ عام 2006 حتى اليوم، يعني أبرز الكثير من القوائم والشخصيات المستقلة التي من المرجح أن تخوض انتخابات ضمن قوائم مستقلة غير تابعة لهيئات حزبية أو لفصائل فلسطينية. اليوم إحنا يعني في اليوم الأول للترشح تلقينا ثلاث طلبات قوائم، يعني ثلاث قوائم تقدمت بطلبات ترشح، ومن المتوقع أنه في الأيام المقبلة أن يزيد هذا العدد، خصوصا كلما يعني اتجهنا إلى نهاية مرحلة التسجيل. طيب بخصوص التسهيلات التي تقدمونها لمساعدة القوائم على الترشح أثناء إجراء الإغلاق، ما هي أو أين تكمن يعني تماما؟ نعم، الإغلاق يعني الكورونا يعني هو تحدي كبير نخوض الانتخابات تحته. الأراضي الفلسطينية تعيش الآن إغلاقات بسبب الكورونا، ولكن لجنة الانتخابات بعثت رسائل إلى مجلس الوزراء الفلسطيني وطلبت منهم سرعة البت في الاستقالات التي تقدم لأغراض الترشح للانتخابات. نحن نعلم أن هناك الكثير من الفئات من المواطنين اللي إذا كانوا بيشتغلوا في وظائف معينة يجب عليهم أن يستقيلوا لأغراض الترشح للانتخابات، وبالتالي طلبنا من الحكومة، وبالفعل الحكومة عممت على كل الدوائر الحكومية بضرورة سرعة الرد على الاستقالات التي تقدم لأغراض الترشح للانتخابات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى رسلنا بنك فلسطين الذي يجب على القوائم أن توضع فيه مبالغ الترشح، يعني رسوم الترشح، وطلبنا منهم أن يفتحوا مكاتبهم أو فروعهم أثناء الإغلاق وأيام السبت بغرض إيداع المبالغ النقدية الخاصة برسوم الترشح. طيب بخصوص كيف ستتعاملون مع إمكانية خوض الفصائل الفلسطينية بينها يعني حماس وفتح بقائمة مشتركة أو مستقلة في هذه الحالة؟ إحنا ما عندنا يعني أي مشكلة في هذا الموضوع، يعني لما تقدم لنا قائمة، أي قائمة سواء كانت لفتح أو لحماس أو لكلاهما مع بعض أو لقائمة مستقلة، هناك شروط ينبغي التقيد فيها عند تقديم القائمة، ودامت هذه القوائم تتوافق مع الشروط التي يعني وضعها قانون الانتخابات الفلسطيني، بالتالي لا مانع لدينا ولا مشكلة في قبول أي قائمة تتوافر فيها الشروط اللازمة. بخصوص النظر في طلبات الترشح، متى سيتم؟ نحن حسب القانون نستقبل يعني الطلبات، نأخذها نقبلها من حيث الشكل يعني عند تقديمها، إذا كانت مستوفية للشروط الشكلية يعني كل وثائق المطلوبة سلمت، نأخذ القائمة ونقوم بتدقيقها، والقانون يعطينا خمس أيام كحد أقصى من أجل الرد بكون خصوص قبول أو رفض القائمة أو رفض أي من مرشحينها. وإحنا خلال خمس أيام من تقديم كل طلب ترشح نقوم بالرد رسميا، يعني بكتاب رسمي إلى القائمة إلى ممثل القائمة نعلمه بقرار اللجنة في هذا الموضوع، وللقائمة المرفوضة أو أي مرشح مرفوض له الحق في التوجه إلى محكمة الانتخابات بالطعن في قرار اللجنة. طيب يعني سيد فريد، ما هي التحديات أو ربما المعوقات التي ستقف يعني أنتم كلجنة انتخابات مركزية بخصوص سيتم مثلا تأجيل الانتخابات، ما هي التحديات في هذه الحالة أو المعوقات؟
يعني احنا ما عندنا معوقات ولكن عندنا تحديات كبيره. التحدي الاول اللي احنا اعتقد انه صار خلفنا هو ان نجري انتخابات تحت الانقسام، وواضح من اتفاقات الفصائل التي جرت يعني هذا الاسبوع الماضي والشهر الماضي ان هناك اراده سياسيه فلسطينيه لتجاوز موضوع الانقسام. فهذا موضوع الانقسام اعتقد انه اصبح خلفنا، يعني لم يعد عائقا امام اجراء الانتخابات بعد التراهمات التي اتفقت عليها الفصائل. يبقى تحدين كبيرين، التحدي الاول هو الكورونا، موضوع انك تجري انتخابات تحت الكورونا، ونحن نبذل جهد كبير، وحتى هذه اللحظه يعني اعتقد انه نجحنا في الوصول الى هذه المرحله من الترشح. ويبقى التحدي الاخر هو ان تجري انتخابات تحت الاحتلال. الاحتلال حتى هذه اللحظه لم يبلغ الجانب الفلسطيني برده حول انتخابات او مشاركه المقدسيين في الانتخابات في مدينه القدس، وايضا لم يبلغنا ردا بخصوص تصويت الاسرى في المعتقلات الاسرائيليه، حيث طلبنا من الجانب الاسرائيلي توفير امكانيه ان نفتح مراكز التصويت في المعتقلات الاسرائيليه، وحتى هذه اللحظه لم ياتينا رد. التحدي الثالث من الاحتلال هو ان يقوم الاحتلال بمنع يعني الترشح، بمنع مثلا المرشحين، بمنع الدعايه الانتخابيه، اعتقال مرشحين، وهذا امر سياسي يتطلب يعني رأي أو موقف فلسطيني واضح من هذا الموضوع. فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، شكرا لك.